مساء الخير، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اليومين هذه طايحه كذا بخلطات التركيبات. اليوم اللي حاطتها بخور، طبعا بعد الشاور تحطون بشعركم بخور عشان يمسك، يعني بعد الشاور والشعر مبلل عشان يمسك اكثر، وشوي نقطه عود حطيت، وهذا معطيها بالمرشود. ريحتها خياليه حتى بالغرفه نفسها بعد ما اخلص. طبعا دائما غرفتي لازم ريحتها بخور، احط كم بخه بس كذا يخلي ريحه الغرفه مو طبيعيه. فعاد شلون في شعركم في ملابسكم؟ ريحتها جنة. مرشود فور على قد ما سمعت المشاهير يتكلموا زي كذا، بس انا ما اثق الين ما اشم انا بنفسي واتكلم انا عن ذوقي الشخصي. المكونات العطر هذا برغموت، وفي عود، وفي باتشولي، وفي زعفران، فلكم ان تتخيلوا كيف حتكون ريحة العطر فظيعة. يعني ريحة شيوخ، ريحة عيد، ريحة مساجد، مرة حلوة الريحة، مرة عجبتني. بنات، مرشود فور الجديد هذا الكحلي ريحته مو عادية. الحين اتأكد لكم لو نزل بوتيكات ولا لا رسمين، هو واصل لفترة استخدمه ريحته تجنن. قائمة مفضلاتي عطر المرشود 4، مرة هادئ في نفس الوقت فواح، عجيب عجيب عجيب. طبعا ريحته فرنسية عربية، خلطين لكم بين المسك، شايفين شلون ريحة النظافة والبودر، وحاطين عليه خلطة فرنسية علشان تعطي انتعاش في نفس الوقت فواح فواح فواح، ثبات عجيب. راسلين لنا بوتيكات من فترة، بس اليوم توهم ينزلون البوتيك، أنصحكم أنكم تطلبونه، خاصة أنه مميز ممتاز، أنه يكون عطر العيد رهيب جدا للرجال وللنساء. جايز أخبركم شغلة، بيتنا أنا الحين في غرفة أخوي، عندي أخ واحد على فكرة اللي ما يعرف، مواليد 93، يعني تقريبا عمر 25 سنة. أخوي الوحيد في البيت اللي يحب أطياب مرشود، ليش ما أعرف، يمكن الشباب يحبون، لو يربتوهم يمكن تحبونهم، هو وايد براند مشهور بالكويت، فما أعرف في عمان ما عندهم محل، لكن هذا العطر أيدد عطر من عطورهم، اسمه ما أدري اسمه نمبر 1 أتوقع، بحط لكم الحين إياه صورة في البوتيك. تعطرت بعطر من أطياب المرشود اسمه مرشود فور، خيال. مو بالروائح اللي متعودين عليها، ريحته وايد غريبة، بس لين تشمينه ودك تشمينه مرة ثانية، يعني غريب على وايد حلو، وايد وايد حبيته. هاي آخر عطر نزلوه اسمه مرشود فور. ناس مرشود فور الأزرق قاعد يحطم، شوك أخذ بالاثنين قاعد يحطمهم. وأخيرا نزلنا أطياب مرشود عندنا في بوتيكات، وأنا عندي هالعطر من عندهم اللي يجنن، ريحته فظيعة. طبعا متحصلون العطر في بوتيكي.